يأتي إنجيل اليوم بيقلب كل المعادلة. ويعطينا الإنجيل درس صعب، كيف علينا أن نحب؟ هذا الدرس يعلمنا أن نحب الجميع دون استثناء، دون حدود، وكأن لا كرامة لنا، لأن دائما الإنسان بيبحث عن كرامة لإله. الدرس بسيط، كلنا ضعاف، كلنا قد نزل بهفوة، ما حدا منا إلا إذا كان متكبر بيعتبر حاله هو كامل. كلنا ضعاف، يعني كلنا لازم نحمل ضعف بعضنا البعض. أظن هيدي جمال المسيحية، كيف هالمجموعة الضعيفة يلي هي نحن نتعاون مع بعضنا ومنساعد بعضنا البعض لنتقدم روحيا. العالم اليوم وبشكل عام يبرر الضعف، أو مثل ما عم نشوف صرنا بأيامنا نشهر بالضعف. اليوم الوسائل المتاحة بيناتنا صارت سهل على كل إنسان إنه كب خبرية ما. مع أنه هالوسائل هي قد تكون جيدة لأنها تجمع العالم بعيد، اللي قاعدين هون واللي قاعدين بعيد، بس لأنه الإنسان ضعيف وسوء استعماله لكل هالوسائل تجعلنا في دوامة وفي تشويش دائم. يقول الكاهن، بس قبل ما يطلع القرابين، استرنا يا رب بستر جناحيك. المسيحية من الأساس تطلب السترة، أن نستر بعضنا البعض وأن نصلح نحن الروحيون. هيك بيقول بولس الرسول، أصلحوا أنتم الروحيين، يعني اللي هن ضعاف. ويعلمنا الإنجيل اليوم أن نحب الخطأ الضعاف، لأنه ما عندنا فضيلة نحن إذا منحب بس نرتاح لهم ونقدر نحكي نحن وياهم. بعرف هذا خارج عن المنطق والعقل البشري، وكأن الرسالة تكمل هالشيء اللي حكاه الإنجيل، نحن يلي بالخدمة، نحن اللي بالخدمة علينا أن نتحمل الآخرين. في ضيقات في بعض الأحيان،
وقد نجلد في أحيان أخرى، وقد نحتمل الجلدات وبمحبة في اضطرابات، ونحن عائشون في اضطرابات، في أسهار، في أصوام، في طول أنات نقول عن المسيح أنه طويل الروح، هذه طول أنات، المجد لطول أناتك يا رب، نقول إياها بالخميس العظيم. طويل البال ربنا، طويل البال، نحن غضبنا بيجي بسرعة، تعرفوا ليش؟ لأنه معنا محبة زايدة فينا، لما بتكون محبة ناقصة بيجي غضب لحظة. من هيك علينا أن نتدرب على المحبة، وعندما نتدرب على المحبة يخمد فينا الغضب. هذا هو التعليم الذي تريده الكنيسة من أبنائها من أجل خلاصكم وخلاص نفسنا. نحن علينا أن نرمي الكلمة، وبنرجع بنقول لكل واحد منا القرار الداخلي والحرية الداخلية لكي يفعل ماكيناته الروحية، وألا نكون جامدين كأننا مفرزين. نحن فينا الحياة، ما منعت الهم إن أحبونا وما حبيتونا. نحن علينا أن نعكس الإنجيل في المحبة الشاملة والقصوى. بالكنيسة الآباء كان عندهم محبة ورحمة، هذه الرحمة اللي حكيها آخر شيء، حتى على الخلائق الصغيرة، على الحيوانات، على الشيء المرزول. هذه رحمة الإنسان الذي عليه أن يتمثل برحمة ربنا الواسعة، يكون عندنا رحمة على بعضنا البعض، حتى للخلائق الغير عاقلة يعني حيوانات، أن تكون هذه المحبة محبة شاملة قصوى. الديسينا كانوا يشفقوا حتى على الشيطان، مع أنه مستحيل كان يقدر أنه يتوب، بس حتى كان عندهم شفقة. من هيك عندما تعصف فينا تجربة أو بأي حدا منا، نحن نشفق على الإنسان الذي أصابه تلك التجربة. من هيك عندنا رحمة، من هيك عندنا محبة مفروض يكون، لأن هذه التجربة قد أصابت هذا الإنسان، ونحن نصلي من أجله. من هيك نحن منحب الذين قد يسيئون إلينا، منصلي تربنا يرفع عنه التجربة مش عنا، ويعود إلى الحضن، إلى الأصل، إلى النبع. من هيك إذا كان عنا محبة بتكون محبة للكل، على الضعف بكل واحد فينا. من هيك أقول لكم كلنا ضعاف، كلنا ضعاف، وكلنا يعوزنا مجد الله ورحمته ومحبته. من هيك أقولها أمامكم وأمام الله، يعني ربنا الحاضر هلأ بيناتنا، يعني يا رب أطفق بنعمتك علينا وعلى الموجودين. نحن قد نضعف بأحيان، وما تحجب هالنعمة عن هالناس اللي حوالينا، وأن تفعل صلاتنا لكي تفعل فيكم، وتكون هذه الصلاة مثل الهشيم
كيف الحشيش اليابس مجرد ما نحط له ولعة نار بيقب وبيولع. نطلب من الله أن يشعل قلوبنا وقلوبكم بالمحبة الشاملة القصوى، بالرحمة اللامتناهية. هيدا اليوم شيء إيديال يمكن، بس نحن علينا أن نوصل للكمال. الولد بتربوه تيكبر، نحن ما منوقف بمحل معين، نحن ننمو بالمسيح. من هيك ما حدا منا خلق كامل بكل شيء، بعقله بفكره بتصرفه. من هيك الخدمة اليوم مع الوقت بتجي الخبرة والحكمة، كيف يتعلم الواحد ويتصرف مع الناس بحسب مشيئة الله وحكمته. من هيك نقولها: كونوا رحماء، كونوا رحماء كما أن أباكم السماوي رحيم. أمين.